لطالما كانت بوصلة معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير ديهاد تتجه نحو تلبية حاجة الإنسانية جمعاء عبر استدامة العطاء، فوجدت في الهلال الأحمر الإماراتي خير شريك. محطتنا لهذا العام كانت طاجكستان، بلد التيجان والتي يتغنى أهلها بالأمان. وصلنا العاصمة دوشنبي التي يحسبها الوافد عصية على الأحزان، غير أنها كانت تخفي في ثناياها الكثير من الآلام. ما أن وصلنا حتى كنا على موعد مع جمعية لون الخيرية التي شاركتنا بقوائم الفئة المتعففة، فوجدنا أنفسنا أمام عشرات السيدات المكافحات في سبيل لقمة العيش، أرامل ومطلقات من ذوات الدخل المعدوم، جار عليهن الزمان وبانت آثاره على محياهن. فكرنا كثيرا في خيط من نور لدرء بعض من مصاعب الحياة، فوجدنا ضالتنا في مكائن الخياطة ذات النفع السريع كمشروع مستدام يضمن لقمة العيش لهن ولأبنائهن. من هنا وضعنا نقطة البداية واتجهنا إلى سوق دوشنبي الشعبي، حيث وجدنا أنفسنا بين أطياف المجتمع الصاخب بالحياة، شباب وشابات وشياب كانوا يملؤون فراغات ما حولنا، وكأن الدنيا لا تطيق ما حولهم. ومع قصص الوجوه التي مررنا بها وصلنا إلى ما كنا نبتغي، حيث سيلتقي عون المحسن بحاجة المتعفف. قمنا بشراء المكائن النوعية المطابقة للخصائص المصنعية وأتبعناها بأقمشة ومستلزمات لتفي بجميع المتطلبات التي من خلالها يتحولن السيدات إلى خياطات قادرات على الاعتماد على أنفسهن. ومع إشراقة يوم جديد في العاصمة الطاجكية دوشنبي، كان النوم خصيمنا، فالشوق لعمل الخير لا يعترف بعقارب الساعة. في الصباح كنا مع شركاء العطاء هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي كنا نعمل تحت مظلتها، لسيما وأنها سفيرة الخير الإماراتي إلى العالم، وهممنا إلى مركز تدريب الخياطة. وما أن وصلت المكائن حتى بدأت عملية التركيب التي شكلت أجزاء من فرحة النسوة، والتي كانت تتضح معالمها مع كل قطعة يتم تثبيتها على طاولة الخياطة. وأتت اللحظة التي انتظرناها جميعاً، حيث قمنا بافتتاح فصل تدريب الخياطة والتطريز في مركز التدريب التابع لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الطاجيكية والممول بالكامل من ديهاد وحرم لمحسني الهلال الأحمر الإماراتي. كانت فرحة النسوة لا تقاس، فقد أصبح لهن مستقبل يبشر بدخل ثابت يكفل لهن ولأولادهن المأكل والمشرب والملبس. كان الشكر والعرفان يطوفان بالمكان، حاولت بعضهن أن تصيغها بالعربية ونحن فهمنا عباراتهن ولو لم نكن نشاطرهن الطاجيكية. حتى المسؤولين الحكوميين كانوا سعيدين بهذه المبادرة الخيرية، وكان تقديرهم للمبادرة يفوق العبارات. ودعنا السيدات وأودعنا معهن كل الحب والتقدير، وتوجهنا إلى نبع إحسان جديد لعلنا نجد فيه من الخير المزيد. مشروعنا التالي حمل عنوان السقيا لأهالي رقعة جغرافية يعانون من شح المياه الوفيرة في بطن أرضهم. فمع إشراقة يوم جديد خرجنا من صخب العاصمة دوشنبي باتجاه ريفها الساحر، فكانت وجهتنا إلى منطقة وحدات البعيدة ساعتين ونيف عن حضارة العاصمة، والتي يسكنها العشرات من العائلات التي تعتمد في قوت يومها على الفلاحة.
وبالفعل قام مؤتمر ومعرض ديهاد بتمويل حفر عدد من الآبار التي حملت صنابيرها عصب الحياة للأحياء الذين كانوا يتكبدون المشقة للوصول إلى نبع بعيدة لجلب حاجاتهم اليومية من المياه، حيث قمنا ببناء آبار في عدد من المدارس ليستفيد من البئر المئات من الطلاب. استقبال الأطفال لنا كان أشبه بالمهرجان، فقد كانوا يرتدون أجمل ما لديهم ويقتربون على استحياء تارة وتارة يقفزون من الفرح لقدوم الزائر الغريب الذي أحيا أرضهم من جوفها بفضل رب السماء. فرحة الأهالي روتنا بحبهم وغسلت قلوبهم من الحاجة والعوز لقطرة الماء. لم يتوقف نبع عطاء ديهاد والهلال الأحمر الإماراتي عند هذا الحد، بل عاد ليطال أبناء طاجكستان من جديد. هذه المرة وصلنا إلى من كانوا للسند فاقدين وللفرحة مفتقدين. أطفال في عمر الزهور اقترنت رعايتهم بصحبة سيد الخلق في جنان الخالق. إنهم أيتام دار جاموت كانجورت للرعاية الاجتماعية في مقاطعة تمر ملي. جمعهم اليتم وضيق الحال، فكان ضمان استدامة قوت يومهم صعب المنال. زرناهم ووقفنا على حاجاتهم، فقمنا بفضل المولى على تأمين كل ما يحتاجونه من مواد غذائية أساسية لكل أهل الدار، والبالغ عددهم أكثر من 250 يتيم ولمدة أشهر الشتاء الطويل. فسبحان رب الأقدار الذي سهل كل عسير وقرب كل بعيد في سبيل فرحة أطفال أنستهم الظروف شكل الفرح. مساعي العطاء لا تعرف الحدود، والعمل الإنساني لا يحتاج لبنود وعقود، فالخير في أمتنا ليوم الدين معقود، والجود في أبناء الإمارات للعالم معهود، والإنسانية في ديهاد ليس لها حدود.